بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. من كلام الاخ احمد انه كان رئيس شمامسه، وكلامه الذي يناقضه ان الانجيل حرفه المطارنه. اين هو الانجيل الذي لم يتم تحريفه حتى عرف ان ده محرف؟ فلو كان شماسا ورتبه رئيس شمامسه يعني إنسان مكرس في الكنيسة، عمله في الكنيسة، راتبه من الكنيسة، وإن كرس كرئيس شمامسة وهو متزوج لو ماتت زوجته لا يتزوج، وإن كرس وهو غير متزوج لا يتزوج. فكلامه يناقض. يعني حضرتك بتشكك أبونا بكلامه لأحمد أنه كان رئيس شمامسة؟ ولا رئيس شمامسة، لأن رؤساء الشمامسة في مصر يعد على الأصابع. شماس كبير زي إبراهيم عياد لم يعين حتى الآن رئيس شمامسة، رغم أنه يدرس بالكلية الإكليريكية مادة الألحان الكنسية. فرئيس شمامسة ليست بالرتبة الصغيرة، ورئيس الشمامسة لا يعلم أن الإنجيل قبل المطارنة، فكيف المطارنة حرفوه؟ وأين هو الإنجيل الغير المحرف؟ حتى لو ان رؤساء علماء الدين المسلمين لم يدعوا على الانجيل انه محرف، لانه لم يذكر حتى في القران ان الانجيل حرف. اثنين، في الدستور المصري يقول نعم. الاسلام دين الدوله، واللغه العربيه لغتها الرسميه، ومبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. هذه الماده الثانيه من الدستور. ف كيف استطاع تغيير اسمه بالهوية من يونان إلى سمير. أحمد شفيق من سمير. لو سمير يونان إلى أحمد شفيق لو كان في اضطهاد، ومن الذي وأين الدولة؟ هو يقول حينما عفوا هو يقول إن بيئته المسيحية من اضطهدته، ولم يقل إن الدولة اضطهدته. يقول إنه بيئته المسيحية، عيلته والمقربين والكنيسة هي اللي اضطهدته. حينما يعتنق مسيحي الإسلام يتم توقيع الأهل على مذكرة عدم التعرض له، فلو كانوا تعرضوا له وهم موقعين على المذكرة يضعون نفسهم تحت القانون، ولو كان عارفهم موقعين تحت القانون لما قصر في الشكوى عليهم، وهو ما قصرش إن جه من مصر إلى لبنان عشان يتكلم هذا الكلام، فكان هيغلب يروح لمركز الشرطة ويشتكي. تفضل أحمد. نعم، أنا لن أتهم شخص بعينه على كلام أبونا، لن أتهم شخص بعينه بالاسم إلا كاهن واحد. طيب عينك كيف راحت؟ عيني بعد ما أشهرت إسلامي نعم حصل علي هجوم في بيتي، ما كنتش لسه تزوجت، في بيت بمكان معين، واخدت طلق ناري. من مين الهجوم؟ من المسيحيين. مين هم؟ لن أعلم. طيب إذا أنت لا تعلم من هم، كيف علمت أنهم مسيحيون؟ لأن المسلم مش هيعمل كده فيا، لأن أنا على الإسلام دلوقتي، مش هيعمل كده فيا. هي بركي المشكلة مش على قصة الدين. نعم. بركي المشكلة على قصة تانية. لا 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 على خلاف لا لا. على خلاف لا آخر. لا يوجد خلاف بيني وبين أي إنسان نهائيا. طيب عينك وبترت رجلك في نفس الحادثة؟ في عندي قطع بالرجل. نعم، قطع بنفس الحادثة؟ بنفس الحادثة. واحترق بيتك؟ واحترق بيتي في البداية، في البداية قبل ال... طيب لم تتقدم ببلاغ إلى السلطات؟ لم أتقدم إلى أحد. ليه؟ هيعمل إيه البلاغ؟ هو هذا ابتلاء، ابتلاء ليمحص بها قلبي. هل أنا مؤمن ثابت؟ نعم. إنسان قلعت عينه وبترت رجله، والأهل موقعين على عريضة أنهم لا يتعرضوا له. موقعين الأهل على عريضة؟ لازم. لن أعلم حتى الآن. حينما يتم إشهار إسلامك في عندي هون شهادة. شو هي؟ نعم. شهادة نعم. اعتناق الدين الإسلامي. نعم. حينما يتم إعلان تعهد خاص. نعم. لحظة، في تعهد خاص هون.
في تعهد خاص على وثيقة الإشهار. نعم، عندي تعهد وعندي موافقة من الأمن العام بتغيير اسمي بعد تحري عني 11 شهر بالأمن عن هذا الإنسان. هل هو صادق أم هو غير صادق؟ هل أشهر إسلامه وغير اسمه للهروب من قضية؟ كل ده كان بتعمليه اللجنة القانونية في التحريات، وأشهرت فعلا إسلامي وتم تغيير اسمي في الأزهر. هل الأمن بيتابعه سنة حتى يتأكد أنه أشهر إسلامه بدون ضغط وبدون مراوغة، ولا يتأكد أنه قد تعرض إلى اضطهاد؟ يبقى الأمن بيعمل إيه؟ يبقى ده إهانة زي ما قلت، مدة إهانة، إهانة لا للأمن. لا أنت قررت أنت قررت هذه الكلمة، أنت قررت هذه الكلمة من فضلك لو سمحت. أنت كملت كلامك. لا أنت كلمة. أنت قررت كلمة الأمن مرات عديدة. أنا أكمل كلام. أنا بحترم الأمن المصري وهم يحترموني. لي الحق أن أتكلم. نعم نعم. إذن لا تدخل الأمن. نحن نتكلم عن اعتداء واضطهاد صار عليك من قبل الكنيسة ومن قبل الأهل، والأمن يراقبك لمدة سنة. هل الأمن كان موافق على الاضطهاد ده؟ هل الأمن يرى اضطهاد له ويسكت؟ هذا ما أريد أن أبينه، أنه يعتبر إهانة للأمن.